السلام عليكم الاخوات والاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كامل على خير وبخير. لقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله باذن الله. اليوم يوم جديد، فيديو جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله. اليوم غنوجد واحد الطاوه ديال الحوت بالسمك ديال الشرن، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله. وهانتوما معايا اخوتي حتى الاخر ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. عندنا هنايا غنحتاجو السمك ديال الشرن، يعني غاسلاه ومنقياه، يعني هنا عندي كيلو ديال الشرن، وكل واحد غياخد على حسب المستطاع ديالو. غنحتاج معاه مطيشة، المهم غندير بالخضرة، أنا كاملة غندير بالخضرة كلها باش ياكلو الوليدات الخضرة إن شاء الله. والدنجال، بطاطا، القرعة، خيزو، وطبيعة الحال هادو حارات، والحامض، والثومه، هنا وعندي هنا قزبر ومعدنوس مقطع، يعني على حساب الشرب ان شاء الله. المهم هادو هما المقادير اللي عندنا ان شاء الله. وبالنسبه للعطريه غنحتاج غير مليحه والكمون والتحميره والزيت البلديه، صافي هادشي اللي كاين ان شاء الله. هذا ان شاء الله ندوزو الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. ناخدو الجبانة ديالنا، نحك التومة، راني الربع مقطع عندي في الفريكو جبتو، غادي نحك التومة ديالنا. بسم الله، اللي عندها المهرز تحك كلشي، يعني دق كلشي في مهرز ولا، المهم أنا عندي مقطع الربع داكشي علاش. هو كتجي فرن، كتجي رائعه، كتجي غزاله ما شاء الله. جربوها ان شاء الله تعجبكم. اللي ما كيبغيش الثومه يستغنى عليها، ما يديرهاش. اللي كتجي هذه مجهده يدير داك الثومه بودر شويه، يعني الثومه راه هي كلشي. الثومه ندير واحد شويه ديال الماء، شي واحد ربع كاس. بالنسبه للعطريه غندير شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم عواد، غادي ندير واحد نص حامضه معصره، حيد عليها هذاك العظم باش ما يدخل ليناش في، باش ما يمررنيناش الماكله. ندير شويه ديال زيت الزيتون، واحد شويه، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، صافي. وغادي نخلط هادشي كامل، نسيت الملحه. ملحة كيما كنقول لكم ديما على حسب الذوق. صافي، وغادي ناخد الحوت ديالي، وغادي نشرملو مزيان، ندخلو الشرمولة، ندير لهم شي فليحات هكا باش كتدخل يعني الشرمولة في الحوت كامل. الحوت الغليظ، هاد الشرين الغليظ كيجي طاجين، كيجي زوين. حتى الا بغيتو تقليوه يعني قسموه على جوج،
قليوه، شرب له قليوه كيجي رائع، كيجي غزال ما شاء الله. هانتوما دابا غادي نشربلو هنا، يعني كنت غادي نقليه قلت بلاش، من الاحسن ديرو طواكة. صافي غنخليوه يرتاح في الشرموله ديالو. دابا ان شاء الله غادي ندوزو، غادي نجيب الطاوة ديالي اللي غتدخل الفران، حتى بعد هاد الخضيره هنا نحيدها. هاد الحوت هذا غنحيدو، نخلي غير الشرموله داخل، نحطو في هاد الطبسيل هذا، نحيدو من هنايا حيت هاد الزلافه هادي غنحتاجها، نشرمل فيها الخضره. نزيد واحد شويه ديال الماء هنا في هذه الشرموله هذه، غادي نبدا نقطع الصابة ديالي على شكل دوائر تكون متساوية، يعني باش طيبو في يعني باش طيبو في دقة واحدة. غادي ناخذ هاد الطاطا ديالنا نشرملها مزيان في هاد الشرموله هادي، حتى هي تاخذ لينا البنه ديال الربيع والثومه وداك الشيء، باش كت يعني ما كطيبش باسله. دابا غادي ناخذ الطاوه ديالي، ناخذ الطاوه ديالي نسد فيها هاد الطاطا، يعني غير غنحط يعني هاد لاصوص هادي اللي غتبقى، يعني هي اللي غادي ندير فيها الخضيره كامله ان شاء الله باذن الله. نسد فوق الطاطا حيت هي حتى هي كتشد لينا طياب. ناخذ خيزو غادي نقطعو دواور، دابا من بعد ما قطعنا خيزو بحال هكدا، دابا غناخدو حتى القريعه ديالنا، نختصات قرعة كبيرة خضراء كتجي غزالة كتجي في طياب، حتى هي غنقطع هاد الغاور، يعني كاع الخضرة ديالي هنايا غنقطع هذا، واخا تقطعها غليظة شوية ماشي مشكل حيت طيا كطيبيو بنجال، يعني خيزو وبطاطا لي شوية رقوهم باش كتجي الطياب متساوي مع بعضياتهم. صافي بحال هكدا تفهمهم، صدقوني الدراري كيحماقوا على الطاوة، واخا تقولوا ما غياكلوهاش ياكلوها ان شاء الله باذن الله. غناخذ هاد البنجالة هذه ان شاء الله ونقطعها حتى هي على شكل دائري، هذه غادي نقطعها قطعها شويه حيت غليظة على يديا، صافي. دابا من بعد ما قطعت البنجال ديالي
غادي نجيب الشرموله اللي درت اللي بقات ليا، نزيد فيها واحد شويه ديال الملحه ان شاء الله، نزيد فيها غير الملحه ما غنزيد فيها حتى شي حاجه، غير مليحه بوحديتها كتعطيرها فيها. وغادي نرش على الخضيره ديالي. ندخل الشرمولة لكل شيء، غادي نجيب الحوت ديالي نستفو هنايا، غادي ناخد مطيشه ديالي دابا غادي نقطعها دواور على هذا شكل دائري، نديرها هنايا في الوسط. وهاي المطيشه ديالنا من بعد ما استفناها غادي ناخذ هاد جوج حارات حتى هما، وحيده هنا وحيده هنايا، وهاد نص حامضه حتى هي غنقطعها دواور ونزوق بها الطاوه ديالي. ديروا ليها الحامض هكذا، هذاك البول ديالي اللي كان فيه داك لاصوص درت فيه شويه ديال الماء، وغادي ندير غير في البنيت انا غندير غير شويه ديال الماء ما نكثرش الماء غير كويس ديال الماء. واخر حاجه غادي نزيدو زيت الزيتون شي خويطات ديال زيت الزيتون ضروري، صافي وغادي ندخلو الفران ان شاء الله حتى يوجد، وانا معكم ان شاء الله باذن الله. وها هي الطاوه ديال الحوت ديالنا بعد ما خرجناهاش، كي جات مدغمره جات غزاله، شوفوا المريقه كي جات مدغمره تبارك الله، كل شيء طايب ما شاء الله، هات كل شيء تبارك الله طايب، راه باقي يلاه كجبدتو من الفران سخون. هانتوما الطاوه ديال الحوت ديالنا جات غزاله ما شاء الله، ما نقول لكمش راه واحد البرد كاين دابا والله العظيم عرفتو غير ديال الطاوه ديال الحوت. وهذا هو اللي كاين، وهذا هو غدانا اليوم ان شاء الله باذن الله. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله، وتجربوه بصحتكم وراحتكم، طاوه خفيفه ظريفه وديال التراويش ما شاء الله، كلشي الخضره موجوده تبارك الله، والله يخلف ويجعل البركه.